بما أن الكثير من مشاهدينا قد انتقلوا للعيش ولو بشكل جزئي داخل عالم فيسبوك الافتراضي، فإنهم أصبحوا معرضين للطرد منه وحذف صفحاتهم في أي لحظة إذا لم يلتزموا بقوانينه. إن كنت تحب أن تحافظ على حياتك هناك، فإليك 13 سببا تقريبا للبقاء حيا داخل فيسبوك، يحكيها لنا أحد الذين سلبت منهم هذه الحياة كذلك بعد الشيخ عوض القرني أو قبله في الواقع، لكنهم استعادوها مرة أخرى. زميلي العزيز في الإعداد والناشط والباحث في الإعلام الجديد مروان المريسي، حياك الله أخي مروان. الله يحييك أبو فراس، وأنا سعيد بالاستضافة. أنت سمعت قصة الشيخ عوض القرني قبل قليل، وما أدري أصلاً كنت أحد من أصدقائه في الفيسبوك أم لا، بحكم أنك ما شاء الله ناشط ولديك الكثير من الأصدقاء. والله فعلاً أنا كنت أحد أصدقاء الشيخ الدكتور عوض القرني، وسعدت بهذه الصداقة. سابق طبعا، صديق سابق. اي نعم، الى ان يعود حساب بمشيئة الله ان شاء الله. انت كذلك مروان تعرضت لحجب صفحتك على فيسبوك، وانا اذكر وقتها انك اتصلت بي وكنت مرتبك وكنت مستاء ويمكن كنت منهار، هل تعرف اسباب هذا الموضوع يا علي؟ فانا قلت لك والله لا اعرف، يعني ليش هالشعور، يعني ايش اللي يخلي الواحد انه يكون متضايق ومستاء من حجب صفحتي على فيسبوك؟ وفي البداية خلنا يعني نقول إنه هو حساب وليس صفحة، عشان نفرق بين الـ ما يوجد في الفيسبوك. في عندنا صفحة وعندنا نادي معجبين وعندنا مجموعات. أيوة. ففي يعني إحساس غريب ينتابك عندما أنت تبني مجتمع، خصوصا إذا كنت مصنفهم إلى قوائم، فجأة تجد أن هذا أصبح يعني في خبر كان. يعني كونك أن تستطيع أن تنشئ حساب من جديد وتبدأ بالتجميع، صحيح أن هذا قد يأخذ الوقت، لكن في الميزة السابقة اللي هو يعني المجتمع الأول اللي أنت بنيته وصنفته في قوائم، من الصعب أنك ترجع تبنيه من جديد مهما يكون. إضافة إلى رصيدك من أكيد المعلومات التي دونتها عن نفسك وجمعتها، صحيح. ويعني أبدعتها في هذا العالم، لكن ما الذي اقترفته يا مروان حتى تكون خارج عن قانون فيسبوك وتتعرض للطرد منه قبل أن تعود إليك الحياة مرة؟ هو أنا أظن يعني فيما عرفت أنه، وهو أحد الأسباب اللي بنتكلم فيها إن شاء الله، وهو أني انضميت إلى مجموعات كثيرة في وقت قصير، وهذا أحد الأسباب اللي قد تؤدي إلى إغلاق حسابك في الفيسبوك. إحنا نعرف أنه يعني يسمح لك كحد أقصى بالانضمام إلى 200 مجموعة فقط بشكل عام، ولا بشكل في اليوم؟ بشكل عام، بشكل عام. إيه، أنت كم انضميت ذاك اليوم إلى كم مجموعة؟ احنا كنا طبعا مناسبة اللي هي المنتدى الإعلام العربي الثامن في دبي، فكانت فرصة إلى أني أبحث عن كل المجموعات والصفحات اللي لها علاقة في الإعلام، انضميت إلى مجموعة كبيرة، فتبين لي أن هذا هو السبب. طيب أنت الآن عادت إليك الحياة في فيسبوك، هل عدت بصفحة جديدة أم نفس حسابك؟ لا، نفس الحساب السابق ولله الحمد. وش سويت؟ يعني الدكتور عوض القرني بجلالة قدره إلى الآن لم يستطع أن يعيد صفحته. نعم. فكيف أنت يا مروان؟ وهذا يعني يدفعنا إلى نقطة مهمة نتحدث فيها، وهو أنه ليس من الشرط أن تكون شهيرا لكي يحذف حسابك في الفيسبوك. يعني مروان أو غير مروان، أناس غير معروفين لكن حذف حسابهم، وبالتواصل والمتابعة أعادت إدارة الفيسبوك حساباتهم لهم. كيف؟ أنت تراسلهم طبعا في أكثر من إيميل، لعل أهمها اللي هو info@facebook.com، وهم أيضا يعني مجرد أن يبلغوك بأنه تم إيقاف حسابك، يعني يقولون لك أنه إذا كنت تظن أن حسابك أغلق بالخطأ فانقر على هذا الرابط وراسلنا. أنا راسلتهم حول الأسبوعين وأرجعوا لحسابي مع محاضرة طويلة مفادها أن فيسبوك أنشئ لكي تتواصل مع أناس في حياتك وليس مع كل الناس. ولعل هذا هو من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من مستخدمي فيسبوك اليوم. وبعدها أنت عاد صرت تتعامل بحذر، لا تضيف أصدقاء كثيرين ولا تنضم إلى مجموعات كثيرة. أكيد، لأنه يعني من ضمن الوصايا اللي أعطونا إياها أنه في المرة القادمة لن يعود لك حسابك. يعني في تهديد صريح، في المرة القادمة لن يعود إليك حسابك. نعم، أكيد. والله قوي فيسبوك. طيب، من واقع خبرتك في هذا المجال، أنا أصبح لديك خبرة حلوة وسابقة مرة، كيف يضمن المشاهد أن يعيش بسلام داخل عالم فيسبوك وبدون أن يتعرض للطرد والتهديد مثل ما تعرضت أنت؟ هو خلنا نتعرف على فيسبوك أكثر يعني باختصار شديد حتى نعرف
هذه الشبكة وكيف نتعامل معها. فكرة فيسبوك أخذت من كتاب فيسبوك اللي هو الكتاب الجامعي الذي كانت تقدمه الجامعات للطلاب الجدد كي يتعرفوا على زملائهم السابقين في نفس التخصص. هذا إذن أصل فيسبوك. نعم، يعني إذا جاء الأستاذ علي وأراد أن يدرس الإعلام في جامعة مثلا أعطته الكتاب، فمن المنطقي أن يعني يبحث أو يستفسر عن زملائه السابقين في قسم الإعلام حتى يستفيد من خبراتهم. نعم، لكن وتجاربهم. لكن ليس من المنطقي أن يبحث عن كل الأصدقاء في الكتاب ويبحث عن ويطلب صداقتهم. فيسبوك أنشئ لهذا الغرض، وهذا شعارهم اللي هو السبتايتل أو السلوغن، إنه to share people in your life not all people، يعني ليس كل الناس. طيب لو أخذنا مثلا، أنا قلت 13 سبب. نعم. ما أدري هي فعلا 13 سبب هي ليست 13 سبب، هو الأسباب نوعان. في أسباب رئيسية اللي هي تدخل في شروط الاستخدام اللي حاطينها فيسبوك واللي إحنا كعرب في الغالب ما نشيك عليها أبد، يعني أكسبت وخلاص بعد يعني نضغط موافق، لأنه في رصة إنجليزية يعني ثلاثة أرباع المشاهدين عنده مشكلية مع اللغة الإنجليزية، فأكسبت غصبا عنه مجبر أنا خاكر بطل الحقيقة يعني. يدخل في هذا الخطأ نحن كمستخدمين لأنه ما اطلعنا عليه. أنت مجرد أنك تقول أكسبت معناته أنك اطلعت عليها، أنا ما أنك موافق على شروطه. نعم. وهذا هو العقد اللي بينك وبينهم للحياة في عالم. أيضا فيسبوك تتحمل جزء من الخطأ لأنها طالما أنها سمحت لمستخدمي اللغة العربية بالانضمام إلى شبكتها، يعني من الضروري أن تضع شروط بكل اللغات التي سمحت بها، وهي ليست صعبة عليهم. وهي ليست صعبة أبدا. يلا طيب عطينا الشروط. طيب أهم الأسباب، في أسباب رئيسية اللي ذكرناها اللي هي في شروط الاستخدام التي أنت وافقت عليها ثم انتهكتها. أيوة اللي هي هذه رئيسية جدا وما فيها مزح. الأسماء المزورة، إنه أنا أجي وأحط لي اسم علي العزازي. طبعا قد يكون في شبه إنه في شخص آخر اسمه علي العزازي، لكن لما أنا أحط أكاونت باسم علي العزازي وأحط فيه صورة علي العزازي وأتحدث باسمه، يعني أنتحل شخصية علي العزازي في فيسبوك. شخصية. نعم الانتحال. بينما الأسماء المستعارة لا مانع عند فيسبوك. أيوة. باستخدامه، يعني في أخت اسمها نجمة السماء أو كذا ما في أي مشكلة. هذه ما في مشكلة بالنسبة لفيسبوك، لكن في مشكلة بالنسبة لمستخدمي فيسبوك أنهم يقابلون ناس غير معروفين. نجمة السماء علم الأرض. You have the choice، يعني أنك توافق عليه ولا ما توافق عليه، تقبلك كصديق أو لا. إذن لا تنتحل شخصية الآخرين، هذا رقم واحد. نعم، خصوصا إذا الأستاذ علي العزازي أعطاهم ريبورت أنه فلان قاعد ينتحل شخصيتي. السبب الآخر أن تكون دون 18 سنة. هذا شرط رئيسي، أنه فيسبوك لا تسمح لأحد دون 18 بأنه ينضم إلى الفيسبوك. طيب عندنا شرط آخر هو الترويج المنتج. من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها مستخدمي فيسبوك أن يظن أن فيسبوك منصة مجانية للإعلان. طيب بينما أنت تستطيع أن تروج، مثلا إحنا عندنا صفحة لبرنامج حياتك، عندنا للشاشة لك، عندنا يعني أشياء كثيرة، أنت قاعد تروج لشيء إعلامي بطريقة ليست إعلانية بالدرجة الأولى، يعني تهدف من ورائها إلى كسب المال. عندنا أيضا اللي ما فيها مزح طبعا اللي هي الإدراجات الإباحية، سواء النص أو فيديو أو صورة أو أيا يكن، وهذه بعيدة عنا عن مشاهدينا. نعم، لكن قد يأتي شخص ويقول لا في إدراجات من هالنوع أو غيره وكذا أو إعلانات كذا وما هم سائلين عنها يعني فيسبوك. نقول لأنه ما حد بلغ بالغالب عنها. ما حد بلغ عنها. أيه. ما حد سوى لها ريبر. ما زلنا في الأسباب الرئيسية، وهنا سبب رئيسي اللي هو الإدراجات العدائية. الدرجات الأدائية، إني يعني إحنا سمعنا قبل فترة إنه في استبيان، هل ترى أن باراك أوباما يستحق القتل؟ نعم. في فيسبوك نزل هذا في الفيسبوك واستدرجت الفيسبوك إدارة الفيسبوك وحذفته. أيضا من الأخبار الأدائية، الأخبار العاجلة الكاذبة، يقول مقتل فلان والعالم كله سوي شير. فصارت يعني هذه الإشاعات ممنوعة. أيوه. في الفيسبوك. إذن لا للعداء ولا للإشاعات. أيضا التعليمات الإرهابية، يعني ما في إدراج في الفيسبوك أو صفحة أو مجموعة أو أكاونت اسمه كيف تصنع قنبلة مثلا. هذه الإدراجات تصنف كإرهابية أو كذا، فهذه ممنوعة يعني تماما. الآن تقريبا هذه أهم الأسباب الرئيسية. أيوة. لكن خلنا نشوف الأسباب اللي هي ما هي رئيسية ولا فيسبوك حطتها، عرفت، ولا أنت تقدر تحاسب فيسبوك عليها، لكن كيف عرفناها؟ من خلال الخبرات المتبادلة بين مستخدمي فيسبوك الذين سبق وطردوا. فكل واحد قاعد يقول أنا والله أظن أن أكبر سبب هو كذا، والشخص الآخر يقول أنا فيسبوك ردت علي وقالت لي كذا. اللي هي من ضمنها الأسباب، وهي حقيقة ما تعتبر أسباب بقدر ما يمكن تصنيفها أنه أداء سيء في الفيسبوك، أداء غير صائب. هذه تدخل ضمن
انه فيسبوك ليس يعني للتعامل مع كل الناس وانما to share with people in your life. إضافة أصدقاء كثر في يوم واحد. طبعا احنا نعرف انه الحد الأقصى 5000. هذا حد الأقصى يعني في حياتك كلها في فيسبوك، لكن في اليوم الواحد ما نعرف. في اليوم الواحد ما نعرف، فالناس وش تسوي؟ كيف الناس تقع في هذا الخطأ؟ تستعجل. انه انا ابغى اوصل للخمسة ألف بسرعة. او ابغى اوصل للألف والألفين، فالناس تشوف انه ما شاء الله فلان صار عنده 2000، اكيد انه شخصية مهمة، اصير انا اللي اضيفه. ايوه. طيب عندك في شيء يعني من الوصايا اللي تبادلها المطرودون سابقا، يقولون don't steal your friends friends، يعني لا تسرق أصدقاء أصدقائك. كيف؟ أنا أعرف أن الأستاذ علي العزازي إعلامي متميز، فأدخل على صفحته وأشوف أصدقائه، يعني عندي انطباع أنه أكيد أنه أصدقائه في الغالب متميزين، أدخل عليهم. يعني علي العزازي الله يعطيه العافية سمح لي أني أطلع على أصدقائه، مع أنه يقدر أنه يعني يمنعني من هذه الميزة. أدخل عليهم see all، شوف الكل، وأبدأ add as a friend، add as a friend، أضف كصديق. طبعا تسرق أصدقائي و... مع أنه فيسبوك معطيني يعني سامح لي أني يعني أنقر على add as a friend، لكنه يصنفها كسرقة. لكن في أي إضافة ولا إذا حس أنها كثيرة؟ إذا حس أنها كثيرة. أي نعم. أحيانا أكون أنا يعني مؤسس مجموعة، هذه مشكلة يعني أخرى، وأسس أنا مجموعة فأبدأ أراسل كل الأعضاء بشكل غزير جدا، هذا مزعج جدا، لأنه لازم تعرف أنت أنه يعني الأصدقاء هذول أو الأعضاء اللي ينضموا إلى مجموعتك مو منضمين فقط لمجموعتك فقط، يعني منضمين لأكثر من المجموعة، فلما 200 مجموعة ثانية. إيه أكيد، يعني أنت واحد من 200 مجموعة، فلما يشيك على الإيميل ويلاقي أنه في يوميا من مجموعتك انت فقط 10 رسائل، شيء مزعج جدا. طيب انا ما ابغى اكثر رسائل على المشاهدين عشان ما يحذفون حياتك من قناتهم. ايش باقي عندنا من اسباب اخيره؟ ايضا قياسا على المجموعات في صفحات اللي هو صفحه نادي المعجبين، انه انا ارسل لكل اصدقائي انه تعالوا انضموا الى نادي المعجبين برنامج حياتك. أيوة. ففي ناس قالوا ما نبغى نشوف حياتك ولا نبغى نصير معجبين فيه. ايوه. فصاروا سووا اجنور، انا مرة ثانية أرسل لهم. يا أخي أنا قلت لك ما أبغى، مرة ثالثة أرسل لهم. أيوة. هذا أيضا من الأشياء المزعجة. الإدراجات الكثيرة على جدار واحد، يعني أنا أدخل عند الأستاذ علي العزازي وأشوف آخر إدراج أسوي لايك، أشوف إدراج تحت أسوي له تعليق، يعني بحيث أنه أنا يعني قاعد أروج لنفسي على حساب الأستاذ علي. في يعني تدخل على صفحة أحد معروف وتتواجد فيها بشكل كثير من خلال إدراجاتك و... التواصل اللي هو أكثر من أكثر من طريقة للتواصل، يعني فرضا أني أبغى أكلم الأستاذ علي أني رايح ماليزيا، أعتقد أنه يكفي أني أرسل له رسالة بالإيميل، لكن تخيل لو أني أرسل له، يعني لو قسناها واقعيا، أرسل له SMS وأرسل له فاكس وارسل سكرتير اقول له راح اكلم الاستاذ علي واخلي فلان يتصل على، يعني جميع انواع الازعاج والتواصل. أي. هم يسمونها باختصار شديد يقولون don't be a spammer user، لا تصير استخدامك زي السبام، يعني الرسائل المزعجه. اي نعم. باختصار شديد انه في ناس يعني تمون كثير على على فيسبوك، يعني تظن وكانه هذا الموقع يتبعني. انت لو تذكر ايام عيد الاضحى يعني كانت تجينا رسائل كثيره، صور الكباش او اغنام او كذا، وعيد مبارك، فصارت كل حساباتنا مليئه بالكباش. ليش؟ صحيح. لانه حطونا تاج فيها صور وحنا ما لنا علاقه فيها. نعم. اذا نصيحتك الاخيره لا تمون على فيسبوك بشكل كبير. نعم. ولا يصير شغلك عشوائي، يعني لانه مثلا كختام ممكن نسال سؤال، لماذا لا يسمح للكلاب والابقار والحيوانات المشاهدين بكرامه باستخدام فيسبوك؟ ايوه. لأن شغلهم عشوائي، شغلهم ما هو منتظم. الحيوانات عكس البشر. عكس البشر. المفروض أنهم يكونوا منتظمين. نعم. شكرا على هذه الأسرار وهذه الإضاءات المهمة والتي في الحقيقة أنا وكثير من المشاهدين لأول مرة نعرفها. الله يبارك. وحان الوقت لتترجل عن شاشة حياتك وتعود إلى إعداد حياتك. إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك أستاذ مروان مريسي. شكرا، تشرفت بالاستضافة. إذن كما يقول الأستاذ مروان، لكل عالم قوانينه، وهذه هي قوانين فيسبوك. لكن الجميل هنا أنك لست مجبر للعيش في فيسبوك، رغم أن البعض لا يتخيل الحياة بدونه. المزيد من أشكال الحياة وألوان التقنية في الفقرة التالية.